اختفيت مستوردة ودروع فاسد تونس إلى أين؟ ما عندها وين تمشي آخر صاية، هي وصلت للهاوية فماش بلاصة أخرى باش تمشي لها، دار أكثر من هكايا. ما عادش معناتها يقتلونا خير. شنيا معناتها أنت تجيب لي نفايات مستوردة باش تدفنها هنايا ولا باش تحرقها هنايا؟ علاش؟ فسر لي علاش؟ وهما خير منا؟ هما عندهم الحق انهم يعيشوا، احنا ليه نتحرقوا؟ ما انت ما يزيش الفقر والخساسة وكل شيء، كامل زيد اقتلنا بالموت معناها. حبيت الدروع الفيست بو، انا ما نحبوش الدروع الحق، دونك ما نجمش ما نجمش نحكي فيه، ما بناكلوش، اما باش ياكلوا تقول له حل عينيك، راك ماكش في بلاد، ماكش بلاد تخاف على المواطنين نتاعها، في بلاد تبيع كل شيء على خاطر حسابات شخصية ولا سياسات أجندات خفية وسياسات تحت الطاولة. عندك فكرة على الإيقافات الأخيرة في قضايا فساد اللي صارت؟ سمعت البارح نبيل قروي هكا اللي وتاته صح عليه خاطر برايك انت شنية معناتها القضية نتاع نبيل؟ حسب ما قالوا الله اعلم، تبييض اموال هكا هكا سمعنا الناس الكل، ما تحت الطاوله ما تعرفش، تعرفش شنو مخبي. تتوقع هو معناتها عمل ولا ما عملش؟ اي نتوقع، نتوقع انا من العباد الكل نتوقع، معناها ماهيش حاجه، ماهيش حاجه بيزاق، توا اتوقع كل شيء من العباد الكل. مع المحاسبه والمحاكمه علنيا؟ بيان سور بيان سور، على الاخر عمل يتحاسب ويتحكم على نين، ما عملش سايبو، سايبو كها ما قعدوش هكا الحسابات السياسيه ذيكم والاطراف الخارجيه، وانا نحب نحي مشهد سياسي نطلع له قضيه، لا عمل عمل، ما عملش ما عملش. تصور انه فما قضاء عادل باش يفصل في الحكايه ذي؟ لا ما نتصورش، قضاء نتاعنا مش عادل فرانشمون، القضاء نتاعنا ماهوش عادل و مالوغوزمون وحسب رايك باش فما اطراف اخرى باش تجبد في قضيه نبيل ولا باش تقف المحاسبه عند نبيل كها؟ كل الاطراف الاخرى تخدمهم مصالحهم الشخصيه انهم يتجبدوا، طيب يتجبدوا كيف فما دوسيات بيناتهم يتغطوا وما يتجبدوش، اما باز مش وحده معناه، هذه الحاجه اللي انا معناتها بيرسونيلمون رايي البسيط معناه نتاع مواطنه عاديه، انا نظن مش وحده، خاطر ما يوصل حد يعمل ترافيك كبير هكايا كان عمل، وما يوصل حد يبيض اموال معناتها فما عنده شكون في كتافه مسخنينه مغطين عليه، كان عمل ان شاء الله يجبدو كل ان شاء الله، مانيش ناقصين مافيا في البلاد. حسب رايك ما اقوى المافيا الايطاليه ولا المافيا التونسيه؟ فماش فرق صدقني، فماش فرق، يمكن ماهيش ظاهره برشا العبيد، اما نتصور المافيا الايطاليه ديجا في تونس مرحبا بهم، قالوا بيان فينو بلادكم معناها، اما نتصور ما فماش فرق، هي بيدها للبرا هي لهنايا.